عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف المنبر هذا طرنا البهايم يستطلن في لوحة على طرف الشارع. ليش؟ ماشي شجر. شوف عمد بصر ماشي شجر ماشي نباتات. هذا المنبر عقب يستوي عندنا كذي. ليش؟ لأن طال عمرك احنا نتكلم عن سبب مشاكل الحلال. زي سوى حل يا اخي، لفوا الاشجار بالشبوك عليهن. حد منهم سوى لف الاشجار بالشبوك على الغاف وعلى السمر وغيره؟ لا، بس يرعون ولا تخبرون. حتى الحلال ما يدل وين يصير وين يرعى. عاتت العامل يرعى من المكان. لو لي ما يخلون بهيمة تاكل من يلد الشيرة. لو عنده يلا مطية ولا مطيتين، والمرعى كثير والأمطار كثيرة والمناطق كثيرة شاسعة. أما حين بالعكس، لا مطر لا ما لا ما لا ما كان غلة سبت التمدن والطرقات، المطر قليل، الأشجار قليلة، بعد إحنا نقلعها مون تموت تنعدم يعني. ليش ما نكون نساعد الأشياء هاي؟ ليش ما لف الشيار بالشبك؟ شبك ما يجزي يعني، ما في تكلفة. ليش ما لفه؟ إحنا تحسبون هالحلال نهاجمهم، ما نهاجم، بس الشيار يموت يعني. شو سيبه يعني؟ خلي الشيار يموت يعني، أنتم عادي عندكم الشيار يموت لين تصلون للمرحلة هذه يعني؟ أبغى واحد من هالحلال يقول لي لف الشيار، يسوي لي طرشي يقول منطقتي هاي لفيت الشيار فيها يعني ما يموت. هم الشيار زين، هالشيار تنفعك تنفع حلالك. لفوهن بالأشجار بالشبوك، شبك ما بلازم تحط حديد، شبك بس لف عليه يدع الشيارة. ما بتاكله به، ما تقدر تاكله عقب، ما في تكلفة. زرع شيارة جديد، ما شي زراعة شيارة جديد، لا زراعة اشجار جديدة، زراعة اشجار جديدة، لا لفيت الشيارة بالشبوك ولا شيء يعني. خلي يعني هي خلاص يموت انتهي، لأن نوصل للمرحلة هذه يعني. ماذا كيف يعني؟ بيفهمون عقب يوم توصل المرحلة هاي، عقب يعرفون شو احنا نقصد بكلامنا هذا.